فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالاختلاف إذا كان بسبب جهل المخالف مع الطرف الآخر من الحق، فإنه ينبغي أن يتثبت ذلك المنكر يتثبت ولا يتسرع إلى الإنكار، لأنه ربما يكون مع الطرف الآخر حجة ومعه حق. فلا شك أن القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، وذلك من تيسير الله لهذا القرآن ليقرأه كل على لغته ولهجته، وهذا من باب التيسير، لأنهم لو ألزموا بحرف واحد بالقراءة على حرف واحد شق ذلك عليهم. والقراءات كما هو معلوم بينها اختلاف في الأداء، بينها اختلاف في الأداء وفي بعض الحروف، لكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وكل تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، كل تلقى عنه. فهذه القراءات ليست من ابتكار الناس، وإنما هو مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كلاكما محسن. لكن لما كان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم ما مع الطرف الآخر من القراءة الصحيحة أنكر عليه. الرسول منع أن ينكر الإنسان بدون أن يتثبت من الأمر، ولأن هذا يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق وسوء التفاهم. فإذا كان الاختلاف له مساق فلا ينبغي أن يحمل ذلك على التقاطع والتهاجر والتدابر.